بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه سكودا فابيا، هذا هي محركها. باش نعطيكم بس على الحساسات نتاعو اللي موجودة فيه، اللي نقدر نشوفها من هنا، اللي هي سهلة بسيطة. عندنا أمامنا هذه الفراشة اللي هي الكور بابيون، عندنا فلتر الهواء، عندنا هذه المقياس الزيت ومصب الزيت، عندنا هنا الدينامو، عندنا هنا البخاخات، المخاخات نتاع البنزينة. انا في الوسط فيه الشمعات، انا هذا كولكتور نتاع الادميسيون، هذا حساس الهواء، هذا حساس الهواء نتاع الخزان نتاع البنزين، هذا الدينامو تحت منه كومبريسور اللي هو كيماتيزير المكيف. هذه من هنا كلها علبة السرعة، هذه من هنا علبة السرعة، فيها الديمرير من تالي، فيها ستارتر، فيها هذه اتجاهات نتاع الفيتاس، الترموستا والمضخة الماء من تالي، هذه مش من قدام، ما تجيش من قدام مضخة الماء نتاعها. فيها هذه قاروره زيت الفرامل، هذا السيرفو، هذه مضخه الفرامل، هذا الابياس، هذه علبه الفيزيبل وات، هذه الكالكيلاتير اللي هي كارتا او الميموار او الكمبيوتر نتاع السياره، هذه البطاريه نتاعها، هذه طبعا كل الخراطيم نتاع الماء، هذه من هنا، هذه الماء نتاع المساحات، هذوما الخراطيم نتاع البنزين، خراطيم الماء اللي هما فاصل الماء، هذه قاروره الماء. من هنا عندنا سيبور الموتور نتاعها الالمنيوم والحديد، عندنا هذوما الخراطيم نتاع الغاز نتاع المكيف، عندنا هذايا خيط الماس، هذايا خيط الماس سموه يعني التير او الماس او السالب نتاع السيارة، هذا اللي نحكي عليه هنا، هذايا السالب نتاع السيارة نتاع سكودا فابيا.